الدراوي ماشي الدراوي الدراوي مواصلة لتأمين موسم الاصطياف لسنة 2024، سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدا مخططا أمنيا يشمل كامل ولاية سكيكدا من أجل توفير الراحة والسكينة وكذا الحفاظ على ممتلكات المواطنين، بحيث يعتمد هذا المخطط على التواجد الميداني لوحدات الدرك الوطني بسكيكدا بمختلف التشكيلات عبر إقليم الاختصاص. تكثيف الدوريات خاصة على الشواطئ المسموح بها السباحة أو الممنوع بها السباحة من أجل ردع المخالفين الذين من الممكن أن يتخذوا من هذه الأماكن وكر للجريمة. فيما يخص الشواطئ الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، فإن مراكز الدرك الوطني متواجدة في الميدان باستمرار طيلة موسم الصيف، تقوم بوضع نقاط مراقبة وتفتيش وتشكيل دوريات أمنية راجلة على مختلف الشواطئ وأماكن الترفيه، الهدف منها تقديم النصائح والإرشادات.